حرفيا صدق الله عندي داعس كل الحاويات وانا عجبه اسطوره يعني كمون اسطوره 200 الف لايك راح العب ببجي موبايل باعلى برج بالعالم اللي هو برج خليفه فوق. ما اعرف ليش اضحك ما اعرف صراحه اضحك بدون سبب. صدق والله يقولوها الواحد كل ما يكبر كل ما يخرف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم معكم ايفر واليوم ازعجكم مقطع جديد كفشه يا اخوان. اليوم مقطع راح يكون مميز شقاقي قوي لطيف. اي نعم يا اخوان انا جتني فكرة ببالي قلت ليش ما اسويها. شنو هي الفكرة ايفر؟ كان ببالي من البداية اسوي فكرة انه نلعب ببجي موبايل بالبحر. واحد سواها فاجتني فكرة ثانية ببالي اللي هي شنو هي؟ العب ببجي موبايل على الجبل. ومثل ما تعرفون انتو دائما ايفر يفوز بلعبة ببجي موبايل يعني مو دائما. فليش ما ايفر يفوز على الجبل؟ اي طبعا صار جلد كلش حلو ما ارتاح جاني. فقبل ما نبلش ريد نوصل يا اخوان هذا المقطع 100 الف لايك. اذا تشوفون بعد مقطع ثاني من هذا النوع واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين حتى نوصل المليون المشترك اللي ببغى شيء يا اخوان. واخر شيء ضيفونا على انستغرام هنا وبس حط لنا الانترو. اوكي شباب وصلنا للمكان اللي ايفر حكى لكم عنه. يب هنا يا اخوان راح نلعب اعلى مكان. هذا حرفيا اعلى مكان موجود في المنطقه اللي انا بيها في البحر هناك اعلى مكان واعلى قمه جبل موجوده هنا اللي yeah. جبال كويتن اصغر من عندنا. وين ها وين فراح نلعب ان شاء الله حنجيب الوين. شو رايك نجي نلعب هنا؟ اي هنا هنا هناك مكان كلش هنا هذا المكان. انا اقول هنا ما اقدر هنا ما اقدر اروح بعد. فخلك اقعد افتح لكم تصوير ونقعد نلعب يا اخوان. حاليا نفتح الببجي شوفوا التصور شاشه اي حتى تصير جيم بلاي. يب انا اصور وجهك شوفوا قد حلو انت تلعب ببجي هذا المنظر الاسطوري الرهيب. يعني ما اعرف شنو احلى من هيك. انا افضل بعد هيك. يا الله فتحت الببجي يا اخوان. قول له عدد تسميه شدي اوه خل افتح بيها باكج. افتح بيها خل افتح بيها هذا. يلا بحضر اتش بي. ها ايش طلع؟ بو دام مسكين دام مسكين. شوفوا باراشوت اوه خل افتح بعد خل افتح بعد. يلا بسكيب بسكيب. ماكو شيء. بيض بيض نحلاية بيض 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 اوه ماي جاد يا اخوان هاي النحلاية مالت افلام حالنا. اوكي خلصنا شدات خلصنا زين هسه نفوت جيم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بالطور الجديد لو خلينا نفوت بالجيم. جديد مايفا شغل اغنية حرب شغل اغنية حرب روح فوت الجيم. طبعا بما نفوت للجيم اضاع المنظر حتى افوز. زين شو رايك نلعب واحنا نتنقل نمشي خلاص. يلا يلا والله العظيم على ما ينزلك نلعب واحنا نتنقل. والله نزل حاويات والله نزل حاويات شباب. هذا الطريق ما يودي اتوقع لازم ننزل. يلا يلا ننزل احنا ننزل نطلع من المطعم. خلينا ننزل طلع سوي الحساسيه ثواني حساسيه عاليه. اقدر اخذ بطمان ماي بجرتك جيبه جيبه جيبه. يا الله شوف شباب شوفوا هنا شوفوا بالجيم حتى مو تقولون دي تشذب هذا دقه مو زي دوت لحاله تلعب ببجي وانا اتحرك مو بس مو بس عجب عجب اتحرك نزله هاي طبعا لا تسب ما دورت تحالف ماكو تحالف حبيبي. هاي خلينا ننزل منه الدنيا كلها تباعني انا شباب عاد طبعاني الاول على الطياره اوش الاول على الطياره من الجبل الامين من الجبل الاول على الطياره. والله نزله هاي يا اخوان جريت حال ويا دفتر الواعيب. خلينا نبقى نتحرك نمشي ونلعب نتحرك دفتر الواعيب وياي والله العظيم. على الاقل ارد اجيب كل واحد على الجبل على الاقل اقل شيء ارد اجيب كل واحد. يلا بسم الله حاويات نازل اموره معدله خلينا نشوف اذا جبت كل واحد انا اموت روحي بعدين اصلا. خلينا نوقف هنا انا هسه اوكي سلاح شوت جن لقينا يا شباب تعطى ها وسيارات تجي من هناك. وذا جابوا التاكسي ها وذا جابوا التاكسي نصعد نلعب بس يبغى نوقف سيارات. خليك خليك يا اخوان اللوت بيض
اتبي دي فور دار مدار ما ادري ليش اللوت بيض. خلينا نبش خلينا نبش بكي ضربت واحد لايك شباب. ها امشي لايك حطونا لايكات اشتركوا بالقناه. اول لاعب يلعب بجوبال على قمه الجبل بالعالم يا اخوان. من يجرح شو يا احد يقول لي غلطان؟ لا. شوفوا شوف نفسكم انتم. اي لقيت ميني ماكو احد. شو ذاك واحد بشينا تاتا. وقف يملعب وقف يتحرك. وقعت واحد شلت سكوات كامل. يس والله شلت سكوات كامل. جوني سكوات ابلا لك ما تعرف على الجبل. تعال غير مكان غير مكان ما تعرف بالبيت. خلينا غير مكان خلينا غير مكان خلينا امسح التليفون بس باكر نلقم سيارات من هنا بعد المكان اللي وصلنا له. يا اخوان حرفيا انا بايز يعني حاليا. بس خلينا نشوف المكان. خلينا نشوف المكان. وانا حاليا حرفيا هنا واقعه كلش قويه. يب يعني هذا الجبل خطر كلش. ما قاعد العب بجبال وكاتل ثلاثه وجارد كل البحاويات. شنو اريد بعد اكثر من هيجي؟ عمي الاحتراف بنفسه والله مو اقول لكم. انا مبدل سلاح زي الدين. انا توقعت يمكن اموت اول واحد وما اقتل ولا واحد. لا يا بس قنبله على الجبل انت ايفار. لك ايش قنبله 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 بس عاد انا خلاص اذا اموت فرحان انا. قنابل صايره يمي. شغل منيه الحرب. ذاك واحد شغل منيه الحرب. ابلع روح انطلق تفنش. احتراف بحد ذاته يا اخوان. انت بالحياة؟ اي بالحياة نازل تخيل وكاتل الكل. كاتل اربعة والناس تخاف من يدي. طيب بولتين بالبيت راح ينجلد. حاش من اليد والله اصعد لهم. النيد بيلو لا. اتوقع الدمج اوف راح ابوش. جالدهم والله كانت خمسة ورب جالد خمسة انفور. انا شو وقت راح اموت؟ اشروح ما راح اموت بعد خلاص. درباك تتشقلب انه توقع عيوني بعد ترد تتشقلب. دربالك درباك دباك سيارات. كو واحد خاتل ده دور علي. كي بشو عليه اثنين. يا هذا واحد ابلع. لا اخوي دق عليه بنص تصوير. ها اخوي يمكن الباك كله طبعا خرب ان انا وقعته. ابو التاكسي طول ست كلات عندي حرفيا ست كلات عندي داعس كل الحاويات وانا عجبل اسطوره يعني كمون اسطوره. شرايك بصوت وراك؟ شنو مال شو اسمه حشرات وهاي كميه الحشرات الموجوده الله يعلم ايش قد بحي الصوت هيك شيء. ايه. ما ادري يوقف كلهم مره واحده. لا النت راح شباب لقمت النت راح شباب خلاص النت بس والله حتى ما متت على شرط النت راح وانا ما ميت وفايز اسطوره. خل نروح نكمل المقطع. مبروك. اي نعم يا اخوان بس هذا كان الفيديو. طبعا اتمنى تكونوا استمتعتوا معي. انا صراحه تونست كانت تجربه غريبه. اريد نجرب بعد هيك تجربات بس اماكن مختلفه. مثلا اذا بطريقه ما وصلتوا هذا المقطع 200 الف لايك ها حفظوا ياي 200 الف لايك راح العب ببجي موبايل باعلى برج بالعالم اللي هو برج خليفه فوق. وصلوا ل 200 الف لايك اسافر دبي واسوي لكم التحدي هسه. وبس يا اخوان لكم صارت المقطع اتمنى تكونوا استمتعتوا حبايبي. انا تونس مثل ما قلت لكم بس تشتركون بالقناه وصلوا ل 200 الف لايك حتى اسوي قلت لكم عليه. حبكم وايد كان اخوكم ايفر. بس مع السلامه.